نحييكم ونقدم لكم الحلقة 22 من البرنامج القرآني قرآن يتلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سورة النحل هي السورة 16 في الترتيب القرآني، وقد سمعنا بهذا الصوت الشجي الندي يعني تلك الآيات العطرة الطيبة. وعندما تأتي سورة من القرآن تحمل اسم أمة من الأمم التي خلقها الله وكرمها